أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام، حياكم الله. حلقة جديدة من استديو التاسعة، تقبل الله صيامكم. نبدأ دائما بهذه البداية في شهر رمضان المبارك، نسأل الله تعالى أن يجعله شهر خير وأمن وسلام على الإسلام والمسلمين على منطقتنا كلها، وأن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات. حديثنا اليوم عن تصعيد عسكري متواصل تشهده المنطقة للأسف الشديد. الحوثيون يشكلون رأس حربة فيه، كثيرون يقولون بأنهم يتحركون الآن ويصعدون أكثر بتوجيهات مباشرة من الحرس الثوري الإيراني. هذا اتهام أمريكي رسمي للحرس الثوري الإيراني بضلوعه في استهداف السفن قرب ميناء الفجيرة قبل أيام. ماذا عن استهداف الحوثيين بصواريخ باليستية مكة المكرمة واعتراض هذه الصواريخ من قبل الدفاعات الجوية السعودية؟ ماذا عن استهدافهم لمطار نجران أيضا بطائرات مسيرة؟ إلى أين يجرون المنطقة؟ إلى أين تسير الأمور؟ هل نحن على أبواب حرب لا نعلم كيف ستؤثر على شعوب هذه المنطقة؟ كيف ستبدأ وكيف ستنتهي؟ الله أعلم. على كل حال نحاول أن نفهم المشهد، أن نحلله معكم في هذه الليالي المباركات. وضيفنا هذه الليلة الكاتب الصحفي اليمني وديع عطا. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ وديع. أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام. حياك الله. سنبدأ معكم بتقرير معتذرين عن هذا التأخير، تفضلوا. في ظل التصعيد الخطير الذي تتجه إليه منطقة الخليج، يبدو أن الصراع بين القوى الإقليمية يتجه نحو منعطف خطير في ظل الأجواء المشحونة بالتوتر التي تواجهها المنطقة. الانقلابيون الحوثيون حسب ذراعهم الإعلامي قناة المسيرة، هذه الأخيرة صرحت بأن جماعة الحوثي استهدف مخزن للأسلحة في مطار نجران بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن اندلاع حريق. وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية فإنها أيضا أكدت صحة الأخبار دون أن تشير إلى وقوع إصابة أو خسائر. هذا الحدث هو الثاني من نوعه بعد الإعلان عن قصف منشئة سعودية من قبل الحوثيين. وسائل إعلام سعودية تحدثت أيضا عن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين، أحدهما أطلقه الحوثيون إلى مكة والآخر نحو جدة. والسؤال المطروح دائما، هل ستقبل المنطقة على حرب بين الرياض وطهران رغم أن الأجواء الحالية لا تؤشر على اقتراب مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين؟ وفي حال إذا اندلعت، فمن المؤكد أن تغيرات جيوسياسية ستكون بانتظار المنطقة ستساهم بشكل كبير في تغيير الخارطة الإقليمية بالخليج. العديد من الخبراء أشاروا إلى استبعاد حدوث مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران رغم أجواء التوتر التي تخيم نحو منطقة الخليج، ولكن هناك من يرى رأيا آخر، وهو التجيش الذي يقوم به اللوبي الصهيوني في العديد من المؤسسات الأمريكية بهدف التأثير على صناعة القرار ودفع المؤسسات الأمريكية لاتخاذ قرار يسرع الحرب على طهران، خاصة مع تواجد جون بولتون في أعلى مراكز صنع القرار بواشنطن، وهو الذي كان من أبرز المنظرين والمخططين للحرب على العراق سنة 2003، كما أنه أحد أبرز العقول المحرضة والمنظرة للحرب على إيران في العديد من الصحف ومراكز الأبحاث الأمريكية. فهل سيكون سيناريو الحرب على إيران وارداً؟ تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام. نعود ونرحب بضيفنا الكاتب الصحفي اليمني وديع عطا. أستاذ وديع، ما هو العنوان في اليمن والمنطقة اليوم؟ المنطقة تقريبا على مشارف الأسوأ الذي لم يحصل بعد للأسف، لا سمح الله نقول ذلك، لأن المؤشرات تقول بأن الحوثيين قد يكونون هم مسعر الحرب الذي سيستخدم يعني لاستفزاز المملكة ولجر المنطقة ربما إلى حرب عالمية ثالثة، ونأمل أن لا يحصل. وأساسا هناك حرب حاليا بين التحالف العسكري بقيادة السعودية وبين الحوثيين، الحرب قائمة. نعم، الحرب أسبابها قائمة أصلا، لأن يعني طالما أسبابها مستمرة وتزيد من حين إلى آخر، وبالتالي فإن الحرب احتمالاتها قائمة. ماذا يريد الحوثيون من هذا التصعيد النوعي؟ الحوثيون يريدون مكسبا طائفيا، يثبتون فيه حكمهم، يستعيدون فيه ما كان قد اندثر إبان ثورة سبتمبر 1962 في اليمن بعد إسقاط يعني مملكتهم المتوكلية.
واليوم هم يريدون أن يستعيدوا هذا المجد، ينظرون بشيء من الأحقية الإلهية بين قوسين، على أنهم هم الأولى بأن يحكمون على اعتبار أنهم من أحفاد النبي وليس هناك للنبي أحفاد. من أين لهم هذا الصمود وهذا التنفيذ، يعني حتى لوجستيا بعد كل هذه السنوات من تعرضهم لحصار وقصف مركز، ما زالوا يعني باستطاعتهم أن يوجهوا صواريخ باليستية باتجاه مكة المكرمة بحسب وكالة الأنباء السعودية؟ نعم، اسمح لي أن أقول لولا الترهل الحاصل في 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 يعني في قيادة التحالف لما استمر بقاء الحوثيين حتى اليوم. أذكر تماما ويذكر معي كثير من المشاهدين الكرام بأن محمد بن سلمان وقيادات سعودية عسكرية كانوا قد صرحوا بأنهم قادرين على أن يسقطوا الانقلاب في اليمن خلال شهر. ومحمد بن سلمان أيضا قال في 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 مؤتمر صحفي شهير عقده في فرنسا بأنه يستطيع أيضا أن يدخل صنعاء في يوم، لكن هذا الشهر امتد إلى 4 سنوات، وهذا اليوم امتد أيضا إلى هذه الأيام الطويلة التي أيضا ضاعفت من المعاناة على الشعب اليمني. المملكة العربية السعودية كقائد للتحالف تستطيع فعلا على أن تقضي على الحوثيين بالأدوات المحلية اليمنية التي في الأخير ذهبت إلى الجبهات أول بأول، يعني افتداء للوطن وافتداء للعمق العربي الذي هي تمثله يعني كحاضنة أمنية للجزيرة العربية. لكن للأسف التحالف الحوثيون يتمددون لكن في الفراغ تصعيدهم، يعني بأنهم مرتاحون أم بأنهم الآن يعني كمن يلفظ أنفاسه الأخيرة؟ الحوثيون هم ينطلقون من عقيدة لا تقبل يعني التزعزع، يعني عقيدة بأنهم ذاهبين إلى هدف معين. أتحدث بناء على الوضع الميداني في اليمن، في الداخل اليمني، في الحديدة، في صنعاء، في غيرهما. يعني شوف، الحقيقة بأن الحوثيين أصلا ليسوا قوة حقيقية يمكن العبء بها حقيقة يعني، لكن يعني الغباء الذي تدار به المعركة من قبل الشرعية في اليمن ومن قبل التحالف هو الذي يجعل الحوثيين يتمددون ويحققون ما يحققونه عسكريا. طيب الآن الوضع الميداني هل له علاقة مباشرة بهذا التصعيد أم لا؟ الوضع الميداني يا أخي، الحوثيون أكثر من استفاد من الزوبعة السياسية الكبرى التي أقيمت حول اغتيال الصحفي جمال خاشقجي رحمه الله. هناك حصل مسألة ابتزاز سياسي للمملكة العربية السعودية، كانت هي عنوان الابتزاز الأول، وكان محمد بن سلمان هو العنوان المتداول في الصحافة العالمية. القوى الكبرى ممثلة ببريطانيا وأمريكا اتخذوا هذا الظرف أو استغلوه واستثمروه، وابتزوا التحالف وأوقفوا معركة الحديدة بينما كان الحوثيين يعني محاصرين من الجهات الأربع تقريبا إلى المنفذ الشمالي فقط. وقفت معركة الحديدة وكانت على وشك أن تحرر الحديدة، وكان الحوثيين بدأوا يهربون وبدأت قياداتهم ترحل من الحديدة، لكن هناك من أوقف هذه المعركة. الحوثيين أضعف من أن يعني يقفون حجرات عثرة حقيقية أمام تحالف كبير يملك أكبر تسليح في المنطقة العربية. من أين لهم الضعف يا أستاذ وديع، وقد استهدفوا سفنا قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، والآن أعلنوا أنهم وتبنوا ذلك، يعني هم لا ينكرون لا ينفون. خلينا نسأل عن قدرتهم العسكرية هذه المتطورة كما يبدو. معنا عبر الهاتف العميد الركن أسعد الزعبي، وهو الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بكم معنا سيد الزعبي. مساء الخير. كيف تقيمون هذه العمليات التي تبناها الحوثيون مؤخرا، وأبرزها استهداف السفن قرب ميناء الفجيرة، وأيضا بالنسبة لقصف مطار نجران في السعودية بطائرات مسيرة؟ الواقع للتقييم، يعني أعذرني سأنطلق من المثل العربي القائل أن هناك مجنون يمكن أن يلقي حجرا في بئر، وربما لو حصل أو حضر أكثر من 100 عاقل لا يستطيعون إخراج هذا الحجر. هذا هو حال هذه الجماعات، يعني جماعات الزعران أو الجماعات الإرهابية التي ليس لها أصل، ليس لها شرف، ليس لها مبادئ، ليس فقط هي مدربة على القتل، مدربة على الإجرام، مدربة على الإرهاب، وشأنهم شأن حزب الله في لبنان، شأنهم شأن المواليين. لكنهم يملكون ساعات العميد الركن، يملكون قدرات عسكرية واضحة. هذه القدرات العسكرية جاءت من يدعمون الإرهاب، يعني إيران التي تصنع عشرات الآلاف من الصواريخ تصنعها من أجل إمداد هذه الجماعات بهذه الصواريخ وبهذه الطائرات المسيرة. إيران لا تفكر بإنتاج الطائرات المسيرة أو الصواريخ لحماية نفسها أو حتى يعني تفكر في رفاهية شعبها، بقدر ما تفكر في يعني زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
فبالتالي زعزع هذه نحتاج إلى أدوات، ليست أدوات إيرانية إنما أدوات إيرانية بالوكالة، وبالتالي الحوثيين أحد هؤلاء الأدوات. وبالمناسبة عندما نتحدث عن قدرة الحوثيين، فأعتقد أن للأسف الشديد الرئيس المخلوع عبد الله صالح هو من أمدهم بهذه القدرات، يعني كل الأسلحة التي كانت متوفرة للجيش اليمني أعطاها للحوثيين، يعني كان يعمل على على يعني علي وعلى أعدائي يا رب، وبالتالي هكذا يعني جر اليمن إلى هذه الحرب الطويلة. لكن هناك شيء في يعني في القفاء يعلم الجميع أن هناك كثير من الدول العربية تحاول أن تمد الحوثيين تساعدهم، هذه ليست سرا. يعني لكن الآن سعادة العميد الركن، يعني بالنسبة لي يعني جرأتهم في تنفيذ مثل هكذا عمليات، الفجيرة، أرامكو، نجران، كيف يمكن التصدي لهذه الاعتداءات؟ أنا بالمناسبة يعني سأعطي لك مثالا على ضعف الحوثيين. الحوثيين كان لهم أيضا يعني حركة مشابهة هذه الحركة تماما من الـ 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 يعني الإرهاب عام 2004 وأنا كنت في اليمن، وأعتقد أن السلطات اليمنية استطاعت أن تقمع حركة الإرهاب الحوثي خلال تلك الفترة وبزمن بسيط جدا وقياسي، وكانوا يتخفون في جبال صعدة. وذلك عندما نقول أنهم يملكون قوة، هم لا يملكون قوة لكن يملكون غطاء حتى ربما دوليا، يعني أحد هذا الغطاء هم المبعوثين الدوليين الذين قدموا إلى اليمن، سواء كان بن عمر أو جمال أو حتى هذا الأوروبي الموجود حاليا هو يعمل لصالحهم. كل القرارات الدولية لم يمررها، لم ينفذ مضمونها. كل القرارات الدولية التي كانت يجب يعني التزمت السعودية والتزمت دول التحالف العربي بهذه القرارات، ولكن الحوثيين لم يلتزموا، وبالتالي هناك غطاء دولي وهناك غطاء إقليمي من قبل إيران التي تمدهم بكل أنواع الأسلحة، وهناك طرق عربية للأسف الشديد حتى بعض الأمريكان حتى بعض الدول طيب الأوروبية. سأتي يعني سأتي إلى هذا الغطاء الدولي، سأتي إلى هذا الغطاء الدولي، لكن عسكريا الآن كيف لهذه الطائرات المسيرة أن تصل إلى أهدافها دون أن تسقط بشكل مبكر؟ أخي الكريم، أولا الطائرات المسيرة يعني من ميزاتها لا تكشف على محطات الرادار لصغر حجمها أو ما يسمى لصغر البصمة الرادارية. ثانيا أيضا يعني هناك طرق عديدة لإيصالها، هناك طرق عديدة لتغطيتها، هناك طرق عديدة، ولكنها تحمل في النهاية يعني كمية بسيطة جدا من المتفجرات تستطيع أن تصل إلى مكانها. يعني بالمناسبة إذا أردنا ربما أن نرصد حركة الطائرات المسيرة في العالم، فمن الصعوبة يعني أنا أذكر الآن هناك طائرة مسيرة سقطت في موسكو، هبطت في الساحة الحمراء في موسكو رغم كل وساطة الدفاع الجوي والمنظومة الرادارية الروسية، لكنها هبطت هناك. وأنا أذكر تماما كنت في موسكو في السيطرة على الطائرات المسيرة من الصعوبة في مكان، إلا إذا استطعنا أن نزرع الأرض كلها بالسعودية حوالي 2 مليون كيلومتر مربع نزرعها مدفعية أو رادار، وهذا طبعا محال جدا. يعني لذلك عندما يعني نريد التصدي لهذه الجماعات الإرهابية يجب أن يتم التصدي لهم في عقر دارهم. لكن هذا الكلام سيد الزعبي، هذا الكلام يعني بأن الحوثيين قادرون على استهداف مواقع أخرى؟ أبدا أخي الكريم، هذا ليس بالضرورة. يعني أنا عندما ينجحوا في هدف هذا لا يعني أنهم قادرين على النجاح في كل أهداف. وبالمناسبة يعني هناك تراخي من الحكومة اليمنية، هناك تراخي من اليمنيين أنفسهم، لو اليمنيين كانوا على مستوى هذا الصراع كانوا على مستوى القضية الوطنية لليمن وعرفوا تماما ماذا يجري، ما كان وصل الحال في اليمن إلى هذا الوضع. أنا يعني تماما هناك كثير من القبائل هي ما زالت يعني تنشد جانب الحياد، على الأقل هي كانت لها دور فعال، كان من المفترض أن تشارك في القتال، لا أن يكون هناك يعني عناصر من الخارج يقاتلون نيابة عنهم. والجميع يعرف أن أرض اليمن هي أرض عبارة أرض وعرة جدا، وبالتالي هناك مقولة تعتبر فيها اليمن مخبرة الأناضول، هناك صعوبة في القتال في اليمن، لا يمكن للجيوش أن تحارب، لكن يمكن أن للعصابات القتال العصابات هو الأشهر والأفضل في القتال في اليمن، ولذلك الجيوش لا تستطيع أن تعطي نتيجة عسكرية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لا خليني أريد أن أستمع لتعقيب هنا، هذه نقطة أثرتها الآن ربما تحتاج إلى تعقيب من ضيفنا الكاتب الصحفي اليمني وديع عطا. أستاذ وديع، لديك تعقيب على ما قاله العميد الركن؟ نعم، أتفق معه في بعض ما قاله، بل في أكثر ما قاله فيما يتعلق بتسليح الحوثيين. يعني هناك حقيقة لا ينبغي القفز عليها، بأن الحوثيين حينما يعني اجتاحوا صنعاء بالتحالف مع 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 عفاش استلموا سلاح دولة، يعني أخذوا تقريبا سلاح 21 معسكر كانت تحيط بصنعاء، أخذوا سلاح دولة كاملة، إضافة إلى أن إيران منذ 2012 تقريبا أو 2011 وهي تمدهم بالسلاح ولا تزال حتى اليوم
سفينة سافيز متواجدة لك بأن تراخي اليمنيين وتراخي الحكومة هو الذي فسح المجال لهم. هناك تراخي يصلوا إلى هذه المرحلة. نعم حصل حتى من قبل بعض القبائل. وأنا قلت لك أيضا قبل أن يدخل الأخ في المداخلة أيضا بأن الحوثيون يتمددون في الفراغ الذي تركته الشرعية وتركه التحالف. يعني لولا التراخي الحاصل أصلا من قيادة التحالف. قلت لك في البداية أيضا بأن محمد بن سلمان قال أستطيع أن أحسم المعركة في شهر وأستطيع أن أدخل صنعاء في يوم. لم يتحقق ذلك. لماذا؟ هل لأن التحالف ضعيف؟ أنا أقول لأنه ليس ضعيف، بل لأنه تدخلت هناك. يقال أن الضريبة ستكون عالية وباهظة من المدنيين. من يا أخي نحن الآن ندفع ضريبة أكبر مما كنا فيه. أنا الآن ابن منطقة يقال عنها محررة منذ سنة. الحديدة. أنا من حيث أقصى جنوب محافظة الحديدة. يعني أبي وأمي لم ينزحوا من المنطقة التي يقال عنها محررة إلا بعد التحرير. ما الذي يقصده التحرير؟ يعني التحالف بالتحرير بالضبط. يعني أبي وأمي منذ سنة نازحين. 40% من سكان مدينة التي يقال عنها محررة نزحوا. خليني أعود سريعا. الضريبة الدموية يومية الحوثيون لا توقفون. سأعود إليك وأكمل معك. طيب الآن سعادة العميد الركن تحدثت وأشرت لي للغطاء الدولي. اليوم المجتمع الدولي والدول الكبرى حتى الإدارة الأمريكية هي حليفة لمن؟ للحوثيين أم للسعودية وللدول الخليجية؟ لا نستطيع أن نقول أن نحدد هي يعني حليفة لمن، ولكن يعني حقيقة هناك تراخي أمريكي حيال ما يجري في اليمن، وهناك أيضا تراخي دولي. يعني القرارات الدولية التي يعني لولا القرارات الدولية والدولية والمؤسسة الأممية لكان منذ فترة طويلة قوات التحالف العربي اجتاحت الحديدة ودخلوا صنعاء حتى. لكن هناك قيود على ممنوع، يعني تماما كما حصلت قيود في سوريا على الثورة السورية لمنع دخول دمشق ولمنع دخول مناطق العلويين. وبالتالي إذا عندما نتحدث عن دور أوروبي أو دور غربي أو دور أمريكي هو دور مشروع، لا يمكن أن نصدق أن هذا الدور هو دور حقيقي إلى جانب المملكة وإلى جانب الشعب العربي إطلاقا. ولذلك من هذا المنطلق أقول أن هناك شكوك كثيرة تساور الجميع حول أن هناك خلاف أمريكي إسرائيلي أو إيراني أو إسرائيلي إيراني. حقيقة هناك الكثير من الشكوك. لا أعتقد أن يعني المملكة قادرة وحدها على أن يعني ترفع الحوثيين أو تخلي الحوثيين، لكن كما ذكرت القوات الدولية تدخلت. القوات الدولية والقضية ليست تراخي للتحالف الدولي. أنا قلت التراخي في الشرعية اليمنية وليس في التحالف الدولي. التحالف الدولي قدم ما يجب أن يقدمه، بل في التحالف. لا يمكن للسعودية عفوا، لا يمكن للسعودية أن تقوم أن تحارب نيابة عن اليمنيين. أين تلك العشائر التي كانوا يضربوا المثل فيها ويحملون السيوف ويتغنون في الأعراس؟ أين هؤلاء الأعداد الكبيرة جدا؟ أين بني الأحمر؟ أين بكير؟ وأين حتى الأمر اليمني يتوقع؟ حتى الأمر سيد زعبي، يعني الأمر لو سمحت لي لم يعد يقتصر على الحوثيين. أحدث تقييم أمريكي لحادث الفجيرة يوجه الاتهام للحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلف الهجوم، نقلا عن مسؤول أمريكي لقناة ABC نيوز. هذا تطور أيضا كبير. أنا قلت أن قوة الحوثيين أساس من إيران، وقلت أن إيران تصنع عشرات آلاف من الصواريخ لدعم الحوثيين وزعران حسن نصر الله وكل وزعران. لكن السؤال كيف سيكون الرد على الفجيرة، على استهداف مكة، على استهداف مكة المكرمة، هنا نجران؟ هنا السؤال مهم. مكة المكرمة هي رمز الإنسانية، فلو كان المجتمع الدولي يشعر بالإنسانية الحقيقية لا يترك مكة المكرمة أن تتعرض للإرهاب الإيراني، وهي مركز إسلام. فالمسلمين إذا كان عندهم غيرة على دينهم يجب أن يقفوا ضد إيران. ونفي الحوثيين هنا، نفي الحوثيين له قيمة؟ أبدا. يعني الصاروخ من أين انطلق؟ صاروخ سكود من أين انطلق؟ انطلق من اليمن، عن سواء عن طريق الحوثيين أو غيرهم، لكنها من مناطق الحوثيين وبإرادة الحوثيين وبدور الحوثيين. طيب لا أريد أن أطيل عليك أكثر سيد الزعبي، هذا التصعيد إلى أين سيجر المنطقة؟ أنا أعلم تماما أن إيران ليس لها قدرة على خوض أي حرب إطلاقا. هي مستنزفة تماما في سوريا واليمن، وهي هذه طريقتها في الحرب. يعني تحاول أن تستنزف أدواتها بعيدة عن أرض إيرانية، تنقل الحرب إلى أرض الخصم، وبالتالي هي لا تستطيع إطلاقا أن يعني أن تتحمل أي ضربات في الداخل، لكنها تعمل أو على نظرية يعني حافة الهاوية. بس في إصرار، في إصرار على الحركشة. يعني يا سعادة العميد الركن، إلى متى؟ هي تفاوض على طريقة حافة الهاوية. يعني تبقى تفاوض كما فاوضت في الملف النووي 14 عام، وفي النهاية خسرت الملف النووي. وإذا هي أيضا تفاوض من أجل الحصول على مكاسب، لكنها لا تستطيع إطلاقا أن تخوض أي حرب إطلاقا حتى مع المملكة العربية السعودية وليس مع أمريكا. شكرا جزيلا لوجودك معنا، سلامتك ألف سلام، وشكرا لمشاركتك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن أسعد الزعبي. في المقابل أستاذ وديع، الحوثيون يقولون نحن نتعرض لعدوان سعودي وندافع عن أنفسنا من خلال تنفيذ هذه العمليات.
معذرة بس لدي تعقيب على 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 ما ختم به كلامه، يعني حينما بالغ في تحميل الشرعية اليمنية واليمنيين أيضا مسؤولية ما يحصل من ترهل. أنا أقول بأن الشرعية اليمنية أصلا في تقديري مختطفة، أصلا مختطفة القرار ومختطفة القيادات أيضا. ما الذي يرغم المملكة العربية السعودية على الاحتفاظ بالشرعية اليمنية، يعني بينما هناك محافظات محررة ونزعم بأنه 80% من اليمن محررة؟ يعني لماذا نبالغ في تحميل اليمنيين المسؤولية وهم الآن أصلا منذ 2014 وما قبل 2014 بل من 2004 أيضا اليمنيون يقاتلون الحوثيين نيابة على الخليج العربي للتصدي لهذه الفئة الطائفية الباغية، يعني جندات الحوثيين المستمدة من إيران كذلك لا تستهدف اليمن فقط بل ستكون شوكة في خاصة المملكة العربية السعودية. اليوم المملكة العربية السعودية يجب أن تدرك بأن الدماء اليمنية للتسهيل داخل اليمن هي للدفاع أيضا عن العمق الاستراتيجي لمكة المكرمة وليس فقط عن صنعاء. اليمنيون قادرون قسما بالله بأن يحرروا صنعاء غدا، لكن الأوامر من التحالف هي التي توقف الجبهات. ليس هناك من قرار يعلو على قرار محمد بن سلمان في هذه المعركة يا أخي ولا الملك سلمان. كان مهما وهو مهم لو بقي معنا العميد الركون. أنا كنت سأتحدث لكن لم أشأ أن أقاطعه، لكن حتى نستمع أيضا لرد منه. على كل حال خلينا ننتقل إلى محور آخر. الفكرة وصلت تماما، أو إلى فكرة أخرى ننتقل. الآن الحوثيون يدعون بأنهم يدافعون عن أنفسهم، هم يتعرضون لعدوان من قبل التحالف ويردون باستهداف هذه المواقع ولا يريدون ربما حربا كبرى في المنطقة، وهكذا يوهم اليمنيين كذلك بأنهم في عدوان عالمي وعدوان صهيو سعودي أمريكي وعدوان. أيوة. ومن هذه الخزعبلات التي يضحكون بها على الناس البسطاء داخل اليمن ويجندون أطفالهم ويستغلون فقرهم وبطالتهم. بالمقابل أيضا نرى أيضا بعض المدرعات تذهب إلى المهرة وتذهب إلى سقطرة، بينما الجبهات في الحديدة والجبهات في الضالع تحتاج هذا الدعم من العتاد والاهتمام. يا أخي منطقة يعني مناطق في الضالع سقطت بينما قياداتها ظلت لأسبوع وأسبوعين تناشد التحالف وقيادات الشرعية بأن يستهدفوا فقط التعزيزات الحوثية بينما المقاتلين سيتكفلون. الشباب الذين لم يحملوا السلاح في عمرهم حملوه حينما وجدوا الخذلان. هناك خذلان في بعض الجبهات، هناك نماذج لم تقدم. اليوم نحن في 22 من مايو أخي العزيز، ذكرى تحقيق الوحدة اليمنية. اليوم الوحدة اليمنية لم يعد يحتفل بها في صنعاء ولا في عدن رمز الوحدة اليمنية. تخيل، يعني البرلمان قبل أيام لم ينعقد في عدن التي يقال عنها العاصمة، بينما التحالف يستطيع أن يفرضها في أي منطقة محررة. إذن من أين تأتي كذبة أن يقال بأنه محرر 80% داخل اليمن؟ عيدروس الزبيدي يعلن التعبئة العامة. عيدروس الزبيدي وغيره هؤلاء عبارة عن فرقعات إعلامية فقط حينما ينتهي هؤلاء مشروع الانفصال. هؤلاء حين يا أخي عيدروس الزبيدي ومعه هم عبارة عن مكون من أكثر من 20 مكون جنوبي، ليسوا لا يمثلوا الجنوب بأي حال من الأحوال. هم فقط أقوى لافتة استخدمتها الإمارات وصقلتها إعلاميا ودعمتها ماليا، ودربوا على فكرة عيدروس الزبيدي وبعض القيادات معه ودربوا في الضاحية الجنوبية من بيروت. يعني هناك ما يجمع الإمارات وإيران في مشروع مشبوه داخل اليمن للأسف، وهذا الذي يجعلنا نتساءل دائما ودائما وابدا ايضا، لماذا تقبل السعوديه بان تكون الامارات هي الخنجر الذي تطعم به من الخلف؟ يعني لماذا تقبل السعوديه بالدوره الاماراتيه المشبوه داخل اليمن؟ من اين للحوثيين هذه الجراه بهذا التصعيد وهذا التبني؟ من غباء التحالف. الحوثيون اقل من ان يواجهوا تحالف يا اخي، والله أن المقاتلين، يعني أنا سأضرب لك مثلا قبل أن يأتي التحالف وقبل أن تأتي الحرب الراهنة الآن، في 2013 كانت هناك منطقة تسمى كتاف فيها مجموعة من الشباب السلفيين يتعلمون حديث رسول الله والسنة النبوية فقط. قاوموا لمدة يعني لشهور، قاوموا الحوثيين وهم مطوقين فيها. الحوثيون يقاومون من قبل قرى داخل اليمن حينما تتوفر العتاد. المقاومة في تعز قامت في مساحة كيلو في كيلو فقط وانتشرت لتحرر أغلب مدينة تعز بالقدرات. الناس يأكلوا والله الخبز اليابس والماء فقط في الجبهات، بينما القطط السمينة من العاملين في الشرعية مقيمين داخل فنادق، وأبنائهم مترفين داخل إسطنبول وقطر والقاهرة
والله القلب يعني يؤلم، ونحن نتحدث عن هذه الحقائق التي يعايرنا بها الحوثيين. اليوم الحوثيين يعايرنا بالانتهاكات التي يقوم بها التحالف في سجون الإمارات، بالغارات الخاطئة التي يقوم بها الذي نقول عنها خاطئة ويقوم بها التحالف أيضا في صنعاء، بينما هم يعدون المعسكرات ويسيرون العتاد والتجهيزات إلى معسكراتهم في المناطق المستعدة. هل ستنجح إيران بحصر المواجهة بين الحوثيين والسعودية في هذه المرحلة؟ إيران سوف تستهدف المصالح السعودية وسوف تضاعف من هجماتها حينما يستدعي الأمر ذلك عسكريا أو سياسيا لمجرد الضغوط، خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية والحصار الاقتصادي المفروض عليها من أمريكا، مع أنني أشك تماما أن هناك أصلا عداء أمريكي إيراني، هي مؤامرة علينا نحن أصلا لكننا لا ندرك ذلك. إيران سوف تستهدف المصالح السعودية وسيتبرع الحوثيون، وكتبت ذلك على صفحتي قبل يومين أو ثلاثة أيام، وسيتبرع الحوثيون بالتبني من باب الفشخرة يعني، وسيدفع اليمنيون الثمن. طول بالك، يعني الحرس الثوري الإيراني ينفذ بشكل مباشر والحوثيون يتبنون؟ ماذا تفعل إذا سافيز في المياه الدولية اليمنية؟ يعني منذ 2013 تقريبا السفينة في المياه الإقليمية الدولية على مرأى من الأقمار التجسسية للتحالف والأقمار الأمريكية والأقمار الصهيونية والأقمار العالمية كلها. يعني ماذا تفعل السفينة الإيرانية؟ تسلح وتجهز وتطور وترسل المشرفين ويذهبون باستلام المعدات عبر قوارب تقليدية اللي يستخدمونها، ويدفع الثمن الصيادون المساكين. الصيادون حينما تظاهروا لم يتفاعل معهم حتى إعلام التحالف إلا ببعض الأخبار. إيران من مصلحتها أن تخيف المملكة العربية السعودية، ومن مصلحتها أيضا بأن تكون هي ذات القرار المؤثر داخل المنطقة، تبحث عن دور في ظل الفراغ الذي تحدثه هذه المملكة العربية السعودية. أمريكا ستستخدم إيران أيضا حتى لو لإخافة الخليج لشراء المزيد من السلاح. حتى لو تم توجيه اتهامات أمريكية رسمية لإيران بالوقوف وراء تصعيد الحوثيين، سوف يخرج عبد الملك الحوثي بصفته نصر الله في المنطقة اليمنية ويقول نحن أولو قوة وبأس شديد، ونحن الذين نضرب ونضرب ونضرب ونضرب. طيارات مسيرة يعني مقارنة بالطائرات التي يمتلكها التحالف عبارة عن بعوض وحشرات. نتكلم عن طائرات تستخدم للتصوير العادي، يعني بالله يعني المقاتل العادي يمكن يسقطه بالآلية. فضيحة ما حدث في 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 يعني في قاعدة العند كان فضيحة ليس لليمنيين فقط بل للتحالف أيضا الذي كان يجب أن يؤمن هذه المنطقة، وفي منطقة يقال كل هذا يراكم حساب إيران. هذا في مصلحة إيران، وإيران ستستخدمه وتستثمره. لا أقصد بالعكس، يعني عم يكبر لها الفاتورة كما يقال، إنه الحساب صار كبير على إيران واقترب الحساب، اقترب العقاب، ولو كان الحوثيون من يتبنى هذه العمليات. ستخرج إيران وأمريكا صيغة معينة من حرب وهمية، لأنني أصلا أشك في أن هناك عداء حقيقي ما بين إيران وأمريكا، هم متفقين علينا. يا جماعة الموضوع يتعلق بتأمين إسرائيل، كل ما يجري في المنطقة من 2011 وحرب يعني وثورات مضادة للربيع العربي هي كلها لتأمين إسرائيل. ولاحظ أنت بأن الثقل الدولي كله لا يتدخل إلا في الدول التي تريد أن تؤمن إسرائيل واليهود الذين يستهدفون المسجد الأقصى. اليوم لم تبقى اليوم من شوكة تخيف أمريكا وإسرائيل إلا حماس، واليوم يعني قياداتها تعتقل في السعودية. يعني لن يكون هناك حرب في المنطقة، حرب طاحنة مع إيران. أنا أشك في ذلك، لكن قد تخرج مسرحية ما. هو استنزاف للسعودية. نعم، هو استنزاف للمملكة العربية السعودية ولمزيد من الابتزاز، لأن للأسف يا أخي نحن مبتلين بحكام يعني وراثيين مقدمين يعني مستعدين يتنازلوا عن كل شيء مقابل بقاء على كراسيهم، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها كعرب. خلينا نذهب لتغريدة وتعليق معك أستاذ وديع فيما تبقى لنا من وقت، ومعكم مشاهدينا الكرام نأخذ التغريدة الأولى. هيثم أبو صالح عاهل السعودية يدعو إلى قمة خليجية وعربية طارئة في مكة لبحث ما وصف بالاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات، هل سينتهز الإمام القمة ليتخذ قرارا شجاعا بإنهاء حصار قطر وحرب اليمن ويقود الجهود لتخفيف التسابق لإشعال المنطقة ومنع تضرر الجميع من أي تصعيد غير مبرر كما يقول الأستاذ هيثم؟ أحترم رأي الأستاذ هيثم أبو صالح، وهو من صحفي الجزيرة، في 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 التويتر يعني نوع من الاستغلال يعني او الاستثمار للدعوه السعوديه. ليت الدعوه السعوديه جاءت ايضا قبل ايام من اجل غزه يعني، وليتها جاءت ايضا للجامعه العربيه من اجل اليمن. حتى الان المملكه الجامعه العربيه مغيبه تماما عن الوضع في اليمن، لان الخليج هو الذي يمول ميزانيتها.
إنهاء حصار هذا، إنهاء حصار قطر وحرب اليمن، هذا مطلب إنساني عربي كأولوية يفترض أن يكون ذلك. لكن أعتقد بأن السعودية مدعوة إلى أكثر من ذلك، يعني فقط ليس يعني إنهاء حصار قطر، بل أن تعود إلى واجهة الأمة العربية وأن تكون هي قائدة قاطرة الأمة العربية. تغريدة أخرى، تغريدة ليحيى أبو جابر، يقول أبو حاتم: من كان يتوقع أن تستهدف مكة المكرمة وأن تلجأ السعودية إلى نشر الدفاعات الجوية لحمايتها وحماية ضيوف الرحمن من الصواريخ الإيرانية التي تطلق من الأراضي اليمنية المحتلة من قبل جماعة الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن؟ الاستهداف الثالث لمكة المكرمة، ويرفق الأستاذ يحيى هذه الصورة، يعني في وقاحة، في جرأة غريبة عجيبة، يعني مكة المكرمة قبلة المسلمين. يعني دعني أشكك في هذه المعلومة أولا، لأنه يعني الحوثيين لن يقروا على استهداف أو استفزاز مليار ونصف. وهل هو هذه المرة الأولى؟ تمام. من مصلحة الإعلام في سياق دعوة الملك سلمان لقمة طارئة عربية إسلامية أيضا، أن الأخ يحيى أبو حاتم معروف أيضا بأنه من المحللين الاستراتيجيين المستضافين دائما في سكاي نيوز، ومن الذين يكنون العداء الكبير للحوثيين، وكلنا نعادي الحوثيين، لكن الحوثيين ليسوا من الغباء أيضا. أنت تشكك في استهداف الحوثيين لمكة المكرمة؟ لن يستهدفوا مكة لأنهم لا يقرؤوا على ذلك، لكنهم قد يستهدفوا المناطق الاستراتيجية عسكرية. هم أحوج لأن يستهدفوا مناطق عسكرية أكثر من يستهدفوا مكة المكرمة. يعني أنت تصدق نفيهم؟ القبلة الروحية. الحوثيون نفوا استهداف مكة المكرمة، أنت تصدق هذا؟ أنا أقول أنهم لا يجرؤون أن يقصفوا مكة، لن يجرؤوا أن يقوموا بهذه الحماقة. أنا أقلل من إمكانياتهم التي يمكن أن يستهدفوا، يعني إمكانياتهم الإعلامية ولا حتى العسكرية يعني. طيب نأخذ آخر تغريدة. مشعل الزاهد يقول: أستاذ مشعل، في قمة مكة الخليجية والعربية أتمنى أن توضع نقاط على الحروف ونعرف من سيدعمنا ضد إيران ومن سيحايد، حتى نعرف جيدا من العدو لنا ومن الصديق. يعني منطقية هذه التغريدة. قمة مكة نأمل بأن تحقق أهداف أكثر مما هو متعلق بالشأن العسكري السعودي فقط. نحن كمسلمين وكعرب معنيين بأن تكون المملكة العربية السعودية هي حادي مسيرة الأمة العربية، وأن تستعيد مجدها الحقيقي، يعني أيام الملك فيصل الذي هز أمريكا بقراراته الاستراتيجية والتي لازلنا حتى اليوم نفتخر بها. شكرا جزيلا لوجودك معنا الكاتب الصحفي اليمني وديع عطا، شكرا لمجيئك، تقبل الله طاعتك. عفواً. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.